السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. لم يكد يدخل عام 1995 إلا وحركة طالبان تقريبا استولت على الحزام البشتوني كاملا، وبدأت أولى خطواتها في مواجهة اللاعبين الكبار على مسرح أفغانستان الدموي، كما بدأت في مواجهة العرقيات الأخرى التي لا تقل عنها تسليح وعدة وعتاد. ومن هذه السنة وما بعدها بدأت سنوات المذابح. خلونا نواصل معكم قصة الطالبان حتى استعادة كابل ورجوع عاصمة ملوك الأفغان البشتون منذ عام 1772، والتي احتلت لمدة 4 سنوات على يد الطاجيك. فكيف عادت كابل إلى أحضان البشتون مرة أخرى؟ وقبل أن تسمع هذه القصة لا تنسى الاشتراك في القناة وضغط زر اللايك، وبسم الله نبدأ. لقد تغلب الطالبان على الجنوب البشتوني بسهولة، لأن السكان تعبوا من الحرب ومن قطع الطرق واختلال الأمن، كما أن هذه القوة البشتونية الجديدة أعادت الروح للقوة البشتونية التي تعرضت للإذلال على يد الطاجيك والأوزبك. وواجه الطالبان خلال انسيابها في الجنوب البشتوني معارك صغيرة في أحيان كثيرة ومعارك شرسة في أحيان قليلة، كان أبرزها السيطرة على ولاية هلمند ومعركتها الشرسة مع القائد غفار أخونزادة الذي يحكم مقاطعة هلمند والحقول الغنية بأفيون الخشخاش. كانت مقاومة ضارية من حاكم مقاطعة هلمند استطاعت طالبان التغلب عليه، واستمروا في انطلاقهم السريع باتجاه كابل. لكنهم الآن وصلوا إلى اللاعبين الكبار في الساحة الأفغانية والعرقيات المسلحة الأخرى، وبدأ المسرح أكثر دموية. دخل عام 1995 والعاصمة الأفغانية كابل محاصرة من القائد البشتوني ومجرم الحرب قلب الدين حكمتيار، ومحاصرة أيضا من القائد الأوزبكي الشرس عبد الرشيد دوستم وميليشياته الدموية الرهيبة المسمى جلمجم. كما تجمعت أحزاب الشيعة في حزب واحد سموه حزب الوحدة، يقوده حسن نصر الله أفغانستان المدعو عبد علي مزاري. أحاطت هذه المجموعات بالعاصمة كابل، بل وصل حزب الوحدة الشيعي إلى الضواحي الشمالية من العاصمة كابل. كان البشتوني قلب الدين حكمتيار قلقا جدا من تنامي هذه القوة البشتونية الصاعدة المدعومة من حليفه باكستان، وشن هجومه الضاري وقصفه الصاروخي على كابل محاولا استباق الوقت والدخول إلى كابل قبل وصول هذه القوة البشتونية الكاسحة، حيث دمر أجزاء عديدة من كابل وأوقع في أهلها عددا من الإصابات بين القتلى والجرحى. وفي شهر 2 من عام 95 اقترب الطالبان من مواقع قلب الدين حكمتيار، حيث احتلت وردك وأصبحت تبعد مجرد 35 ميلا جنوبي كابل، حيث أصبحت قواعد حكمتيار حول كابل في مرمى نيران الطالبان. واستمر الطالبان في التقدم بحركات سريعة كالشهاب، وأصبح حكمتيار فعلا واقعا في الشرك بين القوات الحكومية في العاصمة والتي يديرها أحمد شاه مسعود، وبين قوات طالبان في الجنوب التي بدأت تقترب شيئا فشيئا إلى قواعده. ولم يكد ينتصف شهر 2 من عام 95 حتى وصلت فعلا طالبان إلى مركز قيادة حكمتيار في تشارزياب، مما أثار الرعب في صفوف جنوده، مما أجبرهم على التقهقر باتجاه الشرق نحو جلال آباد. ولم يثبت إلا المقاتلين العرب الموجودين في جيش حكمتيار، والكل يعلم أن الدعاية الضخمة أيام الجهاد الأفغاني كانت لحكمتيار وسياف، والتحق عدد كبير من المقاتلين العرب مع قوات حكمتيار تأثرا بهذه الدعاية الضخمة. صمد العرب المقاتلين مع حكمتيار صمودا هائلا، وأوقعوا في الطالبان عدة إصابات، لكنهم في الأخير انسحبوا كما انسحب بقية جنود حكمتيار. وفعلا احتلت الطالبان مركز قيادة حكمتيار، وانسحب حكمتيار مع جنوده باتجاه الشرق. قوات أسد بن جشير أحمد شاه مسعود انسحبت إلى داخل مدينة كابل وتحصنت فيها. فتح الطالبان بعد وصولها إلى ضواحي كابل جميع الطرق
المقفلة وسمحت بدخول قوافل الغذاء إلى كابل التي كان يمنعها حكمتيار ودوستم والشيعة في حزب الوحدة الشيعي. وكانت تلك الخطوة الجماهيرية مما أسهم في ارتفاع شعبية طالبان عند سكان كابل. حاول أحمد شاه مسعود شراء الوقت والتفاوض مع طالبان في مقر حكمتيار الذي استولت عليه حركة طالبان، وأرسل مبعوثه إلى تشارزياب، وقابل ثلاثة من قادة طالبان: الملا رباني والملا غوث والملا برقان. وتعددت مفاوضات بين الطرفين، اشترط طالبان استقالة رباني كرئيس واستسلام أسد بن جشير أحمد شاه مسعود. لكن طبعا هذه المفاوضات بهذه الصورة انتهت إلى الفشل. قرر أحمد شاه مسعود أن يتعامل مع أعدائه دفعة واحدة، فأرسل دباباته ونخبة رجاله إلى الضواحي الشمالية من كابل التي يسيطر عليها حزب الوحدة الشيعي وقائده عبد علي مزاري، واستطاع أن يمحق الشيعة عن بكرة أبيهم وأن يطردهم من ضواحي كابل وأن يستولي على مقراتهم. وبحركة يائسة قام حزب الوحدة الشيعي الذي يمثل الخزر وهم الطائفة الشيعية الاثنى عشرية في أفغانستان بالتفاوض مع طالبان على تسليم مواقعهم وسلاح حمل طالبان، نكاية في أحمد شاه مسعود ورئيسه رباني المحاصر في كابل. وفعلا تسلم الطالبان مواقع حزب الوحدة الشيعي وأسلحتهم، وهنا وقعت حادثة غامضة لا زالت الأسئلة تدور حولها حتى اليوم، وهو مقتل قائد الشيعة عبد علي مزاري. تقول الرواية في قضية مقتل عبد علي مزاري أن طالبان احتجزوه وحملوه في طائرة مروحية متجهين به إلى قندهار، وأثناء إقلاع الطائرة المروحية سقط هذا القائد ومات. ويتهم حزب الوحدة الشيعي ومن خلفه إيران الطالبان بتعمد قتل عبد علي مزاري، بينما الطالبان تقول أن قتله كان عرضيا وغير مقصود. وسواء كان قتله عرضيا أو مقصود، فإن الشيعة انتقمت لمقتله مقتلة رهيبة، وأخذوا بثأره بعد عامين في مجزرة مرعبة وقعت للطالبان، قتلوا فيها الآلاف من الطالبان في الشمال الأفغاني. لم يكن أسد بن جشير أحمد شاه مسعود أن يسمح للطالبان أن تحتل مكان الشيعة مهما كان، فقد أطلق في بداية شهر 3 من عام 1995 هجوما هائلا على مواقع الطالبان، دافعا الطالبان إلى خارج المدينة بعد قتال شوارع دموي خلف مئات القتلى. وكانت هذه هي المعركة الأولى التي تخوضها طالبان وتخسرها. بعد هذه الهزيمة صرف الطالبان النظر عن اقتحام كابل واتجهت إلى وجهة أخرى في محاولة إلى احتلال هيرات، وحاكمها نجم الحرب السابقة مع الاتحاد السوفيتي الطاجيكي إسماعيل خان. خلونا نعطيكم نبذة عن إسماعيل خان. كان إسماعيل خان ضابطا في الجيش الأفغاني أثناء الغزو السوفيتي لأفغانستان عندما احتل السوفييت هيرات، والتي يتحدث أهلها اللهجة الفارسية ويسمونهم الأفغان الفرسوان. وعرف الروس من تاريخ الهيراتيين أنهم أناس مسالمين ومن السهل قيادتهم وغير مولعين بالحروب، وهم أكثر سكان أفغانستان ثقافة وتحضرا. والمرة الأخيرة التي أجبر الهيراتيون فيها على القتال كان عام 1837، بعد أن اطمأن السوفييت من الخوف من أي مقاومة من أهل هيرات، قاموا بتطوير قاعدة شنداد الجوية كأكبر قاعدة جوية لهم في أفغانستان على الإطلاق، وسمحوا لعائلات الضباط الروس وجيشهم بالإقامة في هيرات. سكان المدينة انتفضوا على جيش الاتحاد السوفيتي في أذار مارس عام 1979 في ثورة مدنية غير مسبوقة، وحدث اشتباكات بين الهيراتيين والقوات السوفيتية، وقاد إسماعيل خان انقلابا عسكريا داخل المدينة وقتل الضباط السوفييت والمتعاونين معهم من الأفغان الشيوعيين، ووزع السلاح على الناس، وبدأت المعركة بين الطرفين. اضطر الاتحاد السوفيتي إلى إرسال قرابة 300 دبابة لسحق ثورة هذه المدينة، وبدأوا بقصفها وإخضاع أهلها. هرب إسماعيل خان إلى الريف مع جيشه الجديد، ثم شن هجماته على جيش الاتحاد السوفيتي حتى انسحاب الاتحاد السوفيتي من هيرات. وهيرات كما يصفونها هي من أخصب أراضي أفغانستان وتعتبر سلة الغذاء إلى أفغانستان. وخلونا نرجع لمسيرة الطالبان. تقدم الطالبان
باتجاه القاعدة السوفيتية السابقة شنداد الواقعة جنوب هيرات، وحاول إسماعيل خان أن يتصدى لقوات طالبان لكن فشل، والحكومة في كابول بقيادة الطاجيكي برهان الدين رباني كانت قلقة من تقدم الطالبان على إحدى مناطق الطاجيك. بدأت طائرات أحمد شاه مسعود بالإقلاع وقصف مواقع الطالبان المهاجمة لهيرات، وقام أيضا بنقل 2000 من أشد مقاتليه الطاجيك من كابول إلى هيرات جوا للمساعدة في الدفاع عن المدينة. بدأ الطالبان تتكبد خسائر فادحة بسبب القصف الجوي المستمر، وفي نهاية شهر 3 من عام 1995 خرج الطالبان من شنداد خاسرة معظم الأراضي التي احتلتها، وهذه هي المعركة الثانية التي تخسرها طالبان أمام الحكومة التي يمثلها الطاجيك. رفعت هذه الانتصارات من معنويات برهان الدين رباني وقائده الأسطوري أحمد شاه مسعود، وسيطروا على 6 مقاطعات قريبة من كابل، وسيطر إسماعيل خان على 3 مقاطعات قريبة من هيرات، وتقلصت أراضي الطالبان التي استولت عليها، وانخفضت سيطرة طالبان من 12 مقاطعة كانت سيطرت عليها سابقا إلى 8 مقاطعات بعدما حل بها من هزائم. أغرت هذه الهزيمة للطالبان إسماعيل خان واغتر بنفسه وبقوته، واعتقد أن طالبان على شفا الانهيار والتفسخ، مما جعله يطلق هجوما ضدها محاولا الوصول إلى قندهار. وفعلا بدأ يتقدم حتى وصل إلى أجزاء من هلمند، وخرج من مناطق سيطرة الطاجيك إلى مناطق سيطرة البشتون، وكانت قواته منتشرة في جو عدائي من البشتون. ساهمت المخابرات الباكستانية في عقد هدنة بين الطالبان والمجرم المتوحش عبد الرشيد دوستم وميليشياته الشهيرة جلم جم، وفعلا أرسل عبد الرشيد دوستم تقنيين أوزبك إلى قندهار لإصلاح طائرات الميغ والطائرات الحوامة التي غنمها الطالبان من مطار قندهار قبل عام من هذا التاريخ. وبدأت طائرات دوستم قصف مكثف على هيرات، وهنا دوستم الأوزبكي ينتقل بولاءاته من طرف إلى طرف. حرك الطالبان قرابة 25,000 لمواجهة الخطر الداهم على قندهار من الطاجيكي إسماعيل خان، وكثير منهم متطوعين جدد قدموا من المدارس الباكستانية. واشتبك الطرفان البشتون بقيادة الطالبان والطاجيك بقيادة إسماعيل خان، وبدأت قوات طالبان تدفع إسماعيل خان إلى الوراء حتى استولت على قاعدة شنداد الجوية الاستراتيجية. أصيبت قوات إسماعيل خان بالهلع وهربت من أرض المعركة، وهرب إسماعيل خان إلى إيران، واستولى الطالبان على زهرة أفغانستان هيرات. توترت العلاقات بين كابل وبين إسلام آباد، حيث اتهم الرئيس الأفغاني برهان الدين رباني باكستان صراحة بمحاولة تجريده من السلطة بواسطة الطالبان. أصبح الطالبان الآن مسيطرة على غرب البلاد بأكمله وعلى المنطقة الحدودية الحساسة مع إيران، وحكمت لأول مرة منطقة لم تكن فيها أغلبية من البشتون. وعمل الطالبان هيرات كمدينة محتلة، واعتقلت المئات من رجالها، وأغلقت المدارس، وطبقت النظام الذي طبقته في قندهار تماما بل أشد. كان سقوط هيرات هو بداية النهاية لحكومة رباني الطاجيكي في كابل. وعاد الطالبان في نهاية عام 95 إلى محاولة احتلال العاصمة الأفغانية كابل قبل الشتاء وانقطاع الطرق. في بداية عام 1996 في الطقس الربيعي المعتدل من تلك السنة، بدأ المئات من الملاوات وعلماء الدين البشتون بالسفر إلى قندهار على سيارات الجيب والجرارات الزراعية وعلى ظهور الخيول باتجاه قندهار. مع حلول الشهر الثالث من عام 1996 تجمع أكثر من 1200 قائد ديني بشتوني في قندهار من الجنوب والغرب ووسط أفغانستان. كان ذلك أكبر تجمع للملاوات والعلماء في تاريخ أفغانستان الحديث، والغائب الأكبر من هذا الاجتماع كان القادة العسكريين والسياسيين ورؤساء القبائل والرموز السياسية المعروفة. دعا الملا عمر القادة الدينيين فقط لمناقشة مستقبل أفغانستان وخطة التحرك المستقبلية القادمة، والأهم من ذلك إضفاء الشرعية على قيادة طالبان. استمر اجتماع العلماء مع الملا عمر في قندهار لمدة أسبوعين، ينعقد اجتماعاته بالليل والنهار، وعقدت كافة مناقشاته بسرية كاملة. منع الأجانب من الحضور في قندهار طيلة
تلك الفترة، لكن تواجد رسميون باكستانيون لمراقبة مجلس الشورى بمن فيهم السفير الباكستاني في كابول غازي هميون. قامت مجموعة من القندهاريين الملتفين حول الملا عمر بمبايعته أميرا للمؤمنين، وأصبحوا يسمونه بعد ذلك التاريخ أميرا للمؤمنين. وانتهى الاجتماع بإعلان الجهاد ضد حكومة رباني المحاصرة في كابول، وتعهد الطالبان بعدم فتح أي مفاوضات أو نقاش مع حكومة برهان الدين رباني في كابول. إعلان أن الملا عمر أميرا للمؤمنين أثار ردود فعل عند الأفغان أنفسهم، فكيف يتجرأ ملا في قرية فقيرة لم يتلقى ذلك المخزون الهائل من العلم، وليس لديه أي نسب قبلي أو صلات بشيء جرت عائلة الرسول عليه الصلاة والسلام، فكيف يتجرأ إلى هذا الحد؟ لم يستخدم أفغاني هذا اللقب منذ عام 1834 عندما استخدمه الملك دوست محمد وأطلقه على نفسه قبل أن يعلن الجهاد ضد مملكة السيخ في بيشاور. من جهته أجرى برهان الدين رباني محادثات مع أمراء حرب آخرين لمواجهة هذا التطور الجديد، وأرسل مبعوثه إلى عدوه اللدود قلب الدين حكمة يار في مقره الجديد في ساروبي، كما أرسل مبعوثه إلى الجنرال الأوزبكي عبد الرشيد دوستم، كما أرسل مبعوثه إلى قائد حزب الوحدة الشيعي الجديد في باميان. سمعت باكستان بهذا التحرك الجديد لبرهان الدين رباني وحاولت إفشاله، واستدعت المخابرات الباكستانية قلب الدين حكمة يار والجنرال الأوزبكي عبد الرشيد دوستم وقادة البشتون في مجلس شورى جلال آباد وبعضا من قادة حزب الوحدة الشيعي، استدعتهم إلى إسلام آباد وقابلوا الرئيس فاروق ليغاري وقائد الجيش الجنرال جهة بخير كرامات، واستمرت المفاوضات بين هذه الأطراف لمدة أسبوع، واقترحت باكستان تحالفا سياسيا جديدا لمهاجمة كابول وإخراج الطاجيك وبرهان الدين رباني منها، على أن يكون هذا الهجوم مشترك بين هذه المجموعات وأن تهاجم طالبان كابول من جهة الجنوب. لكن طالبان رفضت ذلك الاجتماع ومقرراته مزدرين للمرة الأولى معلميهم الباكستانيين، رغم التدخل المباشر من وزير الداخلية الباكستاني البشتوني الأصل نصر الله بابر ورئيس جمعية علماء المسلمين فضل الرحمن والمخابرات الباكستانية، وعلل الطالبان موقفها الرافض للتعاون مع هؤلاء أنهم ملحدين وشيوعيين. فشل اجتماع إسلام آباد جعل من رباني يجرؤ أكثر ويرسل مبعوثيه إلى الدول المجاورة للحصول على دعمهم مثل إيران وتركمانستان وأوزبكستان ولا شك أيضا طاجكستان، وأصبحت المعركة كأنها صراع أطراف دولية داخل أفغانستان. وفعلا أقامت إيران جسرا جويا من مشهد في شرق إيران إلى قاعدة باغرام الجوية لنقل السلاح، وسجلت المخابرات الباكستانية هبوط أكثر من 13 طائرة إيرانية خلال يوم واحد في مطار باغرام. وأقامت إيران أيضا 5 معسكرات للتدريب قرب مشهد يقودها حاكم هيرات السابق إسماعيل خان، وكان على إيران ابتلاع غضبها من مسعود بعد المجزرة التي أحدثها في الشيعة في كابول أثناء طردهم من ضواحي كابول. وكما قلنا كانت الولاءات تتبدل في اليوم والليلة، وحدثت المفاجأة، وصل إلى كابول 1000 من مقاتلي حكمة يار العدو السابق لبرهان الدين رباني لدعم حكومة رباني ودعم خط الجبهة ضد مقاتلي طالبان. وفي 26 من حزيران يونيو عام 1996 حضر قلب الدين حكمة يار بنفسه إلى كابول لأول مرة من 15 سنة ليتولى منصب رئيس الوزراء الذي قدمه له عدوه السابق برهان الدين رباني. كما أعطى رباني حزب حكمة يار 9 مناصب وزارية في حكومته، وتحول الأعداء إلى أصدقاء. شن الطالبان هجوما صاروخيا مكثفا على كابول، أوقع أكثر من 61 قتيل وأكثر من 100 جريح، ودمرت أجزاء كبيرة من هذه المدينة المنكوبة بأسفل
أبنائها. وأيضا عدل الطالبان من هجومها إلى كابول واتجهت إلى جلال آباد، وهندست باكستان عملية استسلام جلال آباد والخروج النهائي لمجلس شورى جلال آباد حاجي قدير. وقيل إن باكستان قدمت له رشوة كبيرة حتى يستسلم لقوات طالبان، أوصلها بعضهم إلى أكثر من 10 ملايين دولار، بالإضافة إلى ضمانات أن أملاكه وحساباته في باكستان لن تجمد ولن تمس. وفي مايو من عام 1996 وصل إلى جلال آباد قادما من العاصمة السودانية الخرطوم أسامة ابن لادن. نقلته طائرة خاصة هو وعائلته وعددا من المقربين منه. ولما وصل أسامة بن لادن إلى جلال آباد بعد استيلاء الطالبان عليها، كتبت أول حلقة من حلقات انهيار حكم الطالبان في مرحلته الأولى. والحديث عن أسامة بن لادن وماذا فعل سيكون إن شاء الله في حلقة خاصة. وخلونا نكمل قصة الطالبان. في سبتمبر من عام 1996 واصل الطالبان ضغطها على العاصمة الأفغانية كابول، فاحتلت ساروبي التي تبعد قرابة 45 ميل من كابول وهي البوابة المؤدية إلى العاصمة. صعق هذا الهجوم الذي جاء من عدة جهات القوات الحكومية التابعة لبرهان الدين رباني، مما اضطرها إلى التراجع إلى العاصمة كابول والتحصن فيها. وأصبحت العاصمة كابول مفتوحة من جهة الشرق على اتساعها، ولم تنتظر طالبان حتى تأخذ قوات برهان الدين رباني وتستجمع أنفاسها، فتحركت أرتال الطالبان باتجاه كابول من جهة الجنوب، كما تقدمت أرتالها من جهة الشمال واحتلت مطار باغرام. أذهلت سرعة هجوم الطالبان حكومة كابول، وانسلت أرتال الطالبان إلى داخل العاصمة. وفي مساء 26 أيلول سبتمبر من عام 1996 أمر القائد الأسطوري أحمد شاه مسعود قواته بالانسحاب من كابول، وترك بعض الوحدات الصغيرة لتأخير طالبان ونسف مخازن الذخيرة. واتجه أحمد شاه مسعود وسلاحه ورجاله باتجاه الشمال إلى معاقله في وادي بن جشير. اتخذ أحمد شاه مسعود قراره هذا لعلمه باستحالة الدفاع عن المدينة، لأن الهجمات الطالبانية كانت تقريبا من جميع جهاتها. وقبل الخروج من كابول أرسل أحمد شاه مسعود مجموعة من رجاله إلى مباني الأمم المتحدة في كابول، والتي كان يقيم فيها الرئيس الشيوعي السابق نجيب الله، ليطلب من نجيب الله المغادرة مع القوات الحكومية المغادرة من العاصمة، واعدا إياه بطريق آمن إلى الشمال. لكن نجيب الله رفض هذا العرض. قيل أنه ربما لأنه كان شخص متفاخر وعنيد وبشتوني صميم، وأنه بهروبه مع الطاجيك سوف يدان في عيون أتباعه البشتون، وجلس في مقره ينتظر وصول الطالبان إليه. وفعلا وصلت قوات بن طالبان إلى مبنى الأمم المتحدة، وهرب الحراس لما سمعوا أصوات إطلاق النار. كانت وحدة الطالبان بقيادة الملا عبد الرزاق حاكم هيرات بعد أن احتلتها الطالبان، وصلوا إلى مقر نجيب الله تقريبا في الساعة 1 فجرا. صعدت الفرقة إلى غرفة نجيب الله حيث ضربوه هو وأخوه بلا رحمة وقيدوهم، ثم اقتادوهم في سيارة إلى القصر الرئاسي المظلم الفارغ من الحراس، وقاموا هناك بإخصاء نجيب الله وسحل جسده وجره عدة مرات حول القصر، ثم إطلاق النار عليه وعلى أخيه، ثم قاموا بشنقه وتعليقه على إشارة ضوئية لا تبعد سوى عدة أمتار عن مبنى الأمم المتحدة. ولما طلع الفجر أتى الكابوليون الفضوليون لمشاهدة الجسدين المنتفخين، وحرم الطالبان تشييع ودفن نجيب الله على الطريقة الإسلامية. تم تسليم الجسدين إلى الصليب الأحمر الذي قام بنقلهما إلى غارديز مسقط رأس نجيب الله، حيث دفن على يدي قبيلته أحمد زاي. وكانت هناك إدانة دولية لعملية قتل الرئيس السابق نجيب الله. أربك الطالبان بهذا العمل حليفتها الوثيقة باكستان، وأصدرت الأمم المتحدة بيانا أدانت فيه قتل هذا الرجل. وكما فعلت طالبان في قندهار وفي هيرات، فعلت في كابول بإقرار نظام متشدد وصارم، وبالذات في جهة النساء. وحرمت النساء من العمل مع أنهن يقومن تقريبا بربع الخدمة في كابول
كابل والتي فيها نسبة كبيرة من الأرامل، تراجعت قوات أحمد شاه مسعود إلى معاقلها في وادي بن جشير، وبينما كانت الطالبان تطاردهم قاموا بنسف الجبال لإحداث انهيارات صخرية تعيق الطالبان عن مطاردتهم. شكل كل من مسعود ودوستم ورئيس الشيعة قائد الخزر كريم خليلي شكلوا مجلس أعلى لمقاومة الطالبان. كانت تلك بداية تحالف جديد مناوئ لطالبان سمي فيما بعد تحالف الشمال. حاولت قوات طالبان الاتجاه شمالا إلى جهة مزار شريف، لكن انتشارها كان ضعيفا مما مكن أسد بن جشير أحمد شاه مسعود إلى شن هجوم سريع ومعاكس. احتل العديد من البلدات وقتل المئات من طالبان الذين فروا إلى كابل في هلع شديد. وأعادت قوات مسعود في أكتوبر عام 1996 احتلال قاعدة بقرام الجوية والاقتراب من كابل مرة أخرى، كما بدأت بقصف كابل وقصف مطار كابل. وقامت قوات دوستم الجوية بقصف كابل، وأدى القتال العنيف إلى إصابة المئات بل الآلاف من المدنيين، وأجبر أكثر من 5000 على النزوح وعلى الهروب. طالبان بسبب طول المعارك وكثرتها خسرت كثيرا من جنودها، فأخذت بالتجنيد لشباب القبائل البشتونية واستنفار طلاب المدارس الباكستانية، حيث قام عدد من علماء باكستان بإغلاق مدارسهم، وبدأ الآلاف من الطلاب الباكستانيين والأفغان من مخيمات اللجوء بالوصول يوميا إلى قندهار وإلى كابل على متن حافلات استأجرتها الأحزاب الإسلامية الباكستانية. ورغم تساقط الثلوج استطاعت الطالبان أن تدفع مسعود بعيدا عن كابل، وعادت احتلال كل الأراضي التي خسرتها، واستعادت قاعدة بقرام الجوية، وانسحب مسعود إلى معاقله في وادي بن جشير، واتجهت قوات طالبان لمواجهة دوستم في مزار شريف. وعادت كابل عاصمة ملوك الأفغان البشتون، والتي ضاعت لمدة 4 سنوات ودخلت تحت حكم الطاجيك. والحركة الطلابية التي شكك الكثير في قدرتها فعلت ما لم يستطع أن يفعله غيرهم، ثم بدأ فصل جديد في مزار شريف في مذبحة تاريخية لم يشهد لها التاريخ الأفغاني مثيلا. فما هي تفاصيل هذه المذبحة؟ ومتى حدثت؟ ومن أطراف الصراع فيها؟ كل هذا سنحكيه لكم في حلقة قادمة. شوفكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.